السلام عليكم يا اخي. السلام ورحمه الله وبركاته يا سيدي، ربنا يفتح عليك. ازيك يا عم؟ الله يخليك، عامل ايه؟ الحمد لله خير. اهلا وسهلا يا سيدي. ايوه ربنا ينجح مقاصدكم. امين. الله يخليك. انا محمد. ايوه انا مولانا. ايوه سيدي الله يخليك. ايوه اسمي مولانا. مولانا اهلا أيوة. وسهلا يا سيدي. ايوه انا من اندونيسيا. احسن ناس. ايوه اجدع ناس يا سيدي. انت من فين؟ من قنا، من قنا اخر. ايوه من قنا. انا هنا قاعد في المستشفى، عمل عمليه 5 مرات وبايظه. ايوه الحمد لله. انت الان بنفسي؟ بنفسي قاعد وحدي. ما فيش عيال تدي مصلحه ولا حاجه. ايوه لك الزوج؟ في البلد. في البلد. معي ابني كبير مات. هنا ما فيش؟ لا ما فيش هنا الحمد لله. الله. انت هنا تفعل ايه؟ مستشفى اقول لك، عامل عمليه 5 مرات بايظه. ايوه الحمد لله. ايوه في مستشفى فين؟ مستشفى القصر العيني. هنا؟ في مصر بعد. ايوه انت مارد يا عم. الحمد لله. الان كيف صحه؟ لا والله لسه تعبان، مازال زي ما انا. ايوه مازال يعني. الحمد لله. الله نجهنا يعني. الحمد لله ربنا ينجينا جميعا ويوفقكم ان شاء الله. امين يا الله. ربنا معكم ان شاء الله يا رب. عرفت سيدنا حسين؟ ايوه يا سيدي نعم، لي 6 سنين قاعد معاه. ايوه كلمني عن سيدنا حسين يا عم. لا سيدنا